حاجه جميله. طيب حسام عادل بيسال، انا بقول الاسامي بتاعت الناس عشان يبقى عارف ان الاسئله اتسالت يعني. حسام اه عادل بيسال سبب اختيارك لمي مراد في البوم بعبع دون اي رابر مصري اخر، وايه رايك في مي مراد؟ رأيي بمي مراد، أولا رأيي بمي مراد، رأيي بمي مراد واضح من فكرة إني حطيتها بألبوم بعبع. اوكي مي تمام. مراد أنا بالنسبة إلي الفيميل ام سي المفضل تبعي حاليا بكل صراحة ووضوح، لأنه اللي طلب يعني اللي عملته على الألبوم هو حرفيا اللي كان براسي، وما بعمري اشتغلت مع حدا وعطاني تماما اللي براسي، وكان جدا حدا صبور، مي جدا حدا صبور اوكي يا ماد. اوكي فمي مراد ايه، وكشخص جدا بني آدم وفي، وجدا بني آدم لطيف وحباب، وتحياتي كتير لمي. هلا لسبب اختياري لمي، لأنه ما بدي يضل الموضوع ضل ميوزك تبعنا بالنهاية مشروع أنا كبو كلثوم، كلياتنا حنموت وكلياتنا حيجي يوم ممكن الكاريرز تبعنا تنتهي وننتهي كلياتنا. أنا ما بدي تمام يكون الأشياء اللي عملتها هي مع ناس مثلي، إنه إيه بو كلثوم والراس، وبو كلثوم وأبي يوسف، وبو كلثوم سمعني. فما ايوه بدي سامعك. إياها، فما بدي إياها تكون هيك. حابب اني انا اعطي بقدر الامكان لجيل جديد، لناس عن جد بتستحق انها 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 تطلع، لانه عندها شيء وموجود، انت بس بدك تنقشه. عرفت علي شو؟ فانا قبل يعني، وخصوصا بما اني ام سويتشنج يعني عم غير بالصوت اللي بدي اعمله وهيك، فانا عم حاول اني ما اشتغل مع ارتستس شاطرين. ما بدي عالم عندها فيوز وجمهور وهيك، بدي عالم تحسن من شغلي انا. عرفت علي كيف؟ لما بشتغل معها. ف فهمت ف قصدك. صح ف يا مان، هذا سبب اختياري لمي مراد، ورأيي بمي مراد انها هي اختي، وتحياتي لها، وبالنسبة لي حاليا هي الراب الفيميل رابر المفضل تبعي او اوكي بالعربي. حلو جدا. بس بالعربي هي عملها هي يعني مختفيه بقى لها فتره يعني، من بعد التراك في بابا وهي ما نزلتش حاجه. انا قلت لها، انا يعني حكينا كذا مره، ويمكن اعملها برودكشن لتراك قريبا، وقلت لها كذا مره انه وين اختفيتي وهيك. الو، ايوه اسف معاك اهو. يا ايه، فكنت عم اقول انه اي ثينك انها عم تشتغل على البوم، ما بعرف، بس هي ديفينتلي حتكون بقلب الالبوم اللي عم تشتغل عليه، البوم الفيميل اوكي رابرز. yeah. اوكي ان شاء حلو الله. جدا yeah. ان شاء الله. طيب يوسف حسن بيه. yeah. ايوه تمام، رجع اسفين جدا. ولا ايوه يهمك. معاك اهو ف اتفضل. كنت عم اقول لك مثلا مي مراد اه ما كان حدا عم ينكشها او يدفشها او مستعد حتى يعني تو كان يعني مثلا ما حكيت اي هاف ا فيتشر من مصر على البوم بابا، اه الكل ابي يوسف ابي يوسف اكيد، بس ما هذا اللي كنت عم دور عليه. لما طلعنا التراك، تركي مع مي مراد عليه فيوز اكثر من تركي مع فيني باز. او شيت عرفت اوكي شو؟ طبعا طبعا فهمت قصدك. طبعا خليتها تسجل فوق المليون مرة، حكيت لك قبل. بس بالنهاية مان they need support، مثل ما كتير رابرز عم تطلع عم تاخذ support، they need support. وفي مشروع عم بشتغل عليه كمان رح احكي عنه لأول مرة هون. اوكي شيت اوكي يس، عم بشتغل ألبوم لفيميل ام سيز اونلي. اوه ده صح. ده خبر حلو قوي قوي. ده فعم حاجة بشتغل فول جميلة جدا. برودكشن، وهلا عم بشتغل مع صبية هي اللي حتكون الكوردينيشن مانجر بيني وبين الام سيز، لانه انا اللي حكون مفوكس على البرودكشن، انا اللي حامل كل البرودكشن، اسمها نسرين غندور، اوكي تحية كثير كبيرة لها.
هي اللي حتكون ماسكه هذا الموضوع. و there is no deadline, فمشان ما حدا يقول لي الالبوم ما في ديدلاين. اه بالضبط, لساتنا عم نجمع الاسماء, لساتنا عم نحكي مع الام سيز وهيك, بس رح يكون في ار ام بي, رح يكون في فرح يكون هذا يعني هذا مشروعي الجاي. ف يا ده مشروع كبير. I think لانه حاج مان, حاج يعني يعني اذا فيني شوي عدل هاي الذكورية اللي موجودة بثقافتنا إن جنرال على القليلة, حاول غيرها بالمطرح اللي أنا فيني غيرها فيه, عرفت علي كيف؟ ونحن وينيدت وحياة الله يعني, يعني حط لك 4 فيميل أمسيز يكونوا عن جد قوايا واشتغل عليهم بياكلوا السين وحياة الله مان. وعن طريقهم ممكن يصير في كوميرشاليزيشن للبوم باب هيب هوب, عرفت علي كيف؟ تصير الشركات تقتنع أنه أوكي في شيء جد عم يصير, as long as like women are doing it وعم يعملوه صح لله صح وعلى كواليتي عالي. انه عرفت كيف؟ انه شادية منصور وملكة اوكي, ملكة اختي, عرفت علي كيف؟ لله صحبة انا وملكة, يعني عظام الرقبة ملكة, واحترامي لشادية منصور, بس we need new blood يعني, عرفت علي كيف؟ بدنا جيل مثل ما نحن طلعنا, مثل ما نحن طلعنا بعد الجيل القديم اللي كان موجود ايام ال 961 وايام, عرفت علي كيف؟ لازم يطلع جيل فيميل ام سيز. انه ايه مين تعرفوا؟ ملكة وشادية منصور على عيني وراسي, هو ايلس بس في بالظبط, عرفت علي طبيعي. شو صح. هو ايلس, فهذا صح. اللي ناوي اعمله مان, وان شاء الله يكون ان شاء الله يخلص على خير ويكون تمام ان شاء الله. لا 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 لا, ده الموضوع جميل جدا. لا الله غيران مان من الفيميل ام سيز بالمغرب العربي الجنرال يعني, بكل يعني بتونس والمغرب والجزائر مان. الهيب هوب عندهم مرعب, مطرح تاني تماما مان. مطرح تاني تماما. اه ده هي ده